شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين جي 20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين. وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيودلهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة، والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين. نتكلم أكثر عن الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين والمشاركة المصرية الهامة فيها. معانا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. برحب بحضرتك معانا دكتور عبد المنعم في مساء دي أمسي. أهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. يعني في البداية، إزاي حضرتك شايف أهمية ودلالة المشاركة المصرية طبعا ممثلة في الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين الحالية؟ هو بداية أنه مجموعة العشرين ده تكتل اقتصادي كبير، يعتبر أكبر تجمع ومنتدى اقتصادي على مستوى العالم، بيضم 19 دولة بالإضافة للاتحاد الأوروبي، والنهاردة تم الموافقة على انضمام الاتحاد الإفريقي للقمة كعضو دائم، وبالتالي يعني أصبحت عدد الأعضاء 21 عضو وليس 20. طبعا مساهمة أو مشاركة مصر جاءت بناء على دعوة رئيس وزراء الهند، وأيضا جاءت لأنه مصر لها يعني قوة اقتصادية وقوة إقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كان يجب وجودها يعني تمثيلها داخل مجموعة العشرين للتعاون معها من ناحية، وأيضا للسماع لاقتراحات ومقترحات الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية. وبالفعل يمكن مشاركة مصر كان لها أكثر من بعد. أولا مصر هي تعتبر حتى الآن هي رئيس كوب 27، مجموع الخاص بالتغيرات المناخية، واللي تم عقده في نوفمبر 2022 في شرم الشيخ، وبالتالي التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية التي تعاني منها القارة الإفريقية وكثير من الدول النامية، مصر بتحاول يعني بتبين الاستحقاقات الخاصة بالمستحقة على الدول المتقدمة لتقديمها إلى الدول النامية، دي من ناحية، وأيضا على الأطروحات الخاصة التي تقدمت بها مصر، ويمكن تم الإشارة لها في كلمة رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر يعني عندها استعداد أن تكون مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية، سواء هم الدول المنتجة للحبوب الغلال وهي روسيا والهند على رأسهم،
وايضا من خلال البنيه التحتيه الموجوده لدى الدوله المصريه. فمصر النهارده بما تملكه من ميناء زي ميناء شرق بورسعيد الذي يعد رقم 10 عالميا في مناطق التخزين ومناطق استقبال الحاويات على مستوى العالم، ايضا تستطيع مصر من خلال الصوامع الموجوده لديها انها تكون حلقه وصل ما بين الدول المنتجه والمصدره للحبوب والغلال وما بين الدول المستهلكه لهذه الحبوب في الدول في القاره الافريقيه. كذلك انه مصر رحبت انها تكون يعني على منصه تصنيع وانتاج الهيدروجين الاخضر باعتبار وقود المستقبل حتى تتحقق ما يطلق عليه الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر واستخدام الطاقه النظيفه، وده هيكون احد الموارد الرئيسيه لدول زي دول الاتحاد الاوروبي لمواجهه النقص الشديد وازمه الطاقه التي تعاني منها بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه. شكرا جزيلا للدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه، شكرا جزيلا لك. بينضم لنا ايضا عبر الهاتف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، برحب بحضرتك معانا في مساء دي امسي دكتور فخري. مساء النور يا فندم استاذه دينا. اهلا بحضرتك. تحياتي لمشاهدي قناه الدي ام سي يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني لو بنتكلم عن انضمام الاتحاد الافريقي بشكل دائم او كعضو دائم في مجموعه العشرين، ما الاهميه اللي بيمثلها ده للدول الافريقيه بشكل عام ولمصر بشكل خاص؟ خليني اضيف لما يعني تحدث به يعني الزميل العزيز الاخ منعم، حقيقه بانه هو يعني قال تفاصيل عديده، اما فيما يتعلق باهم يعني خبر في مجموعه الدول مجموعه العشرين اللي هم 19 دوله بالاضافه الى المفوضيه الاوروبيه، النهارده اتخذ قرار هام للغايه وهو انضمام الاتحاد الافريقي كعضو دائم في مجموعه الدول العشرين. معناها انه النهارده ما اقدرش اقول ان هم 21 عضو، لا ده اصبحوا النهارده الاتحاد الافريقي بيضم 54 دوله افريقيه بوزن يعني في الناتج المحلي الاجمالي وعدد من السكان، وبالتالي ده بيزود يعني وزن المجموعة العشرين إذا كانت فيما سبق كان بتمثل يعني بتنتج 85% من إنتاج العالم من الناتج العالمي، النهاردة هتجد إن هي تقريبا هتعدي 90% من إنتاج العالمي. مش كده وبس، ده يعني إن السكان الثقل الديموغرافي والسكاني في هذه الحالة هيوصل لمدى ثلثين سكان العالم، هيبقى مش اقل من ثلاث ارباع سكان العالم اذا اضفنا الاتحاد الافريقي اللي بيضم 54 دوله افريقيه. ما ننساش الاتحاد الافريقي ومصر ضمن الدول الاتحاد الافريقي، وقادت يعني قادت الاتحاد الافريقي برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين، وبالتالي لعبت دور مهم جدا في يعني تفعيل منطقه التجاره الحره الأفريقية القارية، بمعنى آخر أنه التجارة البينية داخل الدول الأفريقية يعني مرشحة أنها تتزايد باستمرار عبر الزمن، ومن ثم نجد أنه ده يعتبر يعني محفل هام لعضوية الاتحاد الأفريقي أنه هو يعبر عن صوت دول أفريقيا الـ 54 من بينها مصر في هذه الحالة. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على كل هذه التفاصيل والتحليلات الوافية.